شان الناس الخبصة يعني بقلبهم مش مثل اللي بوجهن ابدا. شو قوية هالجملة. ايه ما بصدقن ولا برتاح لهم. دايما ورا وجوههم وضحكاتهم بحس في افكار جهنمية. انا ما رح اتركك بيناتهم نور. رح خلصك منهم. بتعرفي ليش؟ لأني بحبك. بحبك نور وما رح اتركك ابدا. لا امير ما تحكي هيك. انا ماني مرة عادية، انا حياتي كثير صعبة وما رح كون بحياتي مرة عادية. بوعدك رح تعيشي احلى حياة واحلى من الكل. بس انت حبيني وثقي فيي وبس. ما بقدر ما بقدر. انا رح خلص شغلي هون وبعدين رايح على الشركة شوي، وبعدين رايح عند عفاف. لما اطلع من عندها بخبرك شو صار معي. اوكي نور، شيل اسمي عن سلولارك، بلك حدا شافه بالغلط. ما حدا بيطلع بتليفوني. شيل اسمي نور، ما حدا بيعرف شو بصير. طيب طيب. بحبك. بحبك نور. بحبك ورح ضلني اقول بحبك لو انت ما قلتيها. كل ما حكيتك رح ضلني اقول لك بحبك. بحبك وما فيك تمنعيني. باي. هالمرة أنا اللي نطرتك مش أنت. في مهمة بدك تنفذ لي إياها، وإذا بتعملها مثل ما لازم كفاءتك رح تكون مهمة. خير. مرت عمي ستة لسارة بتعرفها؟ لا أنا مش مجرم. إذا بدك تخلصي من المرة شوفي لك شو مجرم غيري. سكوت، أنا مرت عمي عندي إياها بالدنيا، بدي أخلص منها. اسمعني منيح شو بدي اقول لك. مرت عمي مخبية علي شيء وانا بدي اعرف شو هو. شو مخبية؟ هي بتطلع على طول على الضيعة وبتقول انها طالعة لعند خيها. بس الاكيد انها هي عم تروح لمحل تاني ولعند ناس تانيين. بدي اياك تلحقها وتعرف لوين عم بتروح. بس هيك؟ بتكرم. لما بتكون طالعة انا رح ادق لك لحتى تلحقها. بس انتبه هي بتعرفك. ما تعتلي عم. بس مهم انت ما تخبري الموضوع. لك الوقت كيف بيقطع بسرعه. بس كون معك. مزبوط. طيب انا رح امشي. لكن شو اتفقنا نعمل؟ خلص خليني احكي انا مع امير ورح اقول له انه انا وياكي بنحب بعضنا. كرمال هيك رح اطلب منه انه انت تبقي هون وتشتغلي هون لحتى نتعرف على بعضنا اكثر. بس ما تقول له لأمير انك انت جيت لهون بليز. ماشي تبقى حال. سارة، في سؤال شوي محيرني، فيني اسالك اياه؟ اكيد. متفاجئ من شغله انه كل الاكونتس تبعك وتبع امير على السوشيال ميديا من فيسبوك تويتر وانستغرام مفتوحين عن جديد وبنفس الوقت. ليش؟ بصراحة لأنه من فترة قصيرة قبل ما نجي لهون الأكاونت تبع أمير تعرضوا للسرقة. كان في مشكل بينه وبين شخص فافتكر كرمال هيك وقرر أنه يفتح أكاونت جديد.
وأنا بنفس الفترة كنت على خلاف بيني وبين خطيبي. أنت بتعرف أنه كل الصور بيكونوا اتنيناتنا سوا على الفيسبوك وهيك، فكرهت حالي بهيدي الفترة وقررت أني بلش صفحة جديدة. طلبت من خيي يمحي لي الأكاونت ويفتح أكاونت جديد، هذا اللي صار. محينا الأكاونت تبعنا وفتحنا جديد، يعني فتحنا صفحة جديدة. فهمت. يعني أنا هلأ فت على حياتك الجديدة؟ أكيد، وأنا مبسوطة فيها كتير. طيب أنا رح أمشي، والمساء رح أتصل بأمير وأحكي معه. رح أطمني. الو امير، شادي سالني عن الاكونت تبعنا، عم يسالني ليش الاكونت اثنيناتنا تبعنا جديد. ايه وشو قلتي له؟ اللي قلت لي يا خيي. وصدق؟ ايه صدق. وين شفتي؟ ما شفته، حكينا على التليفون. طيب أنا رح طول بالشغل اليوم، أنت وعيك تظهري. أوكي؟ أوكي، يلا باي حبيبتي. زوجك كان عم بيخونك مع مرة تانية، وظاهر صبية ومثل القمر كمان، عايشة برات لبنان. مرة كنت قاعد عنده بالمكتب، كنت ناطر يعطيني 5 دقايق بس من وقته، حمل التليفون وطلب أرقام كتيرة وقال له حياة قلبي أنت. الظاهر انتبه لوجودي أنا وقاعد عنده، فغير لغته وصار يحكي شي تاني ما كنت أفهمه، لغة قريبة ما كنت أفهمه. شو اللغة؟ ما بعرف، شي فيها شخط ومخت، ما بعرف هيدي المسائل. ألماني يعني؟ ممكن ايه. على كل نحكي بهذا الموضوع بالتفاصيل بعدين اذا بدك، خلينا هلا نركز على مرت عمك، نشوف وين عم تلفي. الظاهر عائلتكم كلياتها نفسها خضرة. بالله شي 100 دولار بنزين على حساب، بتعرفي ممكن يكون الطريق طويل. لقيت لك الأرجيل. بس هيك صار على هالذوق المرت. شو هالشاب الغير شكل انت عن جد؟ الله يخليك استاذ، ويش بيتنا؟ بس لازم تعرفوا انه في معدات عم تتصلح وفي معدات عم مشيها بالتي هي احسن. هيدي لازم تخلصوا منها باسرع وقت ممكن وتبيعوها. انا رح قلكم اياها للبيع واياها لالكم. ماشي؟ ماشي. وانا من شوي كنت عم بحكي مع هشام. انت لازم تترك الاوتيل وتسكن بشقه، الاوتيل مصروف ما له لزوم. بعدين اوراقك لازم تجهزها بسرعه. انت خلص رح تشتغل معنا. أنا هلأ ما بقدر استأجر بيت هون. لا أمير، أنت ما رح تستأجر بيت، أنت رح تسكن بشقة مفروشة للشركة مجهزة إلك ولأختك إذا كمان بتحب تضل بمصر. لا، أختي بهاليومين رجع على لبنان، ما لها معنى تبقى هون أبدا. أنت بكرة بتنتقل للشقة جديدة ومكانك بالشركة جاهز. ممنونك أستاذ. زين، ما رح يبقى الموضوع يكفي بهالطريقة، لازم نلاقي حل للموضوع. محمد، انت ليش هيك عم تتصرف؟
بدك تضلك تخانق زينة هيك؟ فكرك انه التعصيب رح يفيدك بشي؟ اسمعي مريم شو رح قلك؟ زينة إلي أنا وبس. سنين صار لي ناطرة. مش حتى لما بتعلم تحب تقوم تحب لي حدا تاني. مش أنا اللي بينضحك عليه أبدا. بس هي ما ضحكت عليك. هي قالت لك من زمان إنها ما بتحبك. قالت لي ما بتعرف تحب. ما بدها تحب. وهي يا حبت. يعني ضحكت علي. إيه؟ وعلى شو ناوي؟ يا زينة بتكون إلي أنا أو ما فيك كل حدا تاني. وغير هيك ما رح أقبل. اهلا يا باش مهندس، كيفك متر رضا؟ منيح؟ منيح جدا ان شاء الله. مبسوط؟ مبسوط قوي قوي قوي. اتفضل. بس هلا من بعد ما خبرك شو صار معي اليوم رح تبطل مبسوط. قصدك ايه؟ انا احترمت خصوصيتك معي، مشان هيك حطيت السلر قدامك مشان ما تفتكرني عم سجل. بس بالصدفة اليوم مد ايدي على جاكيت من هالجاكيتات. وبتطلع لي هاي ومسجل عليها حديثك. يا الله شو انقهرت اني ما احترمت خصوصيتك. بس المشكلة انه ما بعرف محيها. مشان هيك هيدا التسجيل رح يبقى موجود معي هون وعلى اللابتوب وعلى كل شيء. قصدك ايه؟ قصدي انه انا وانت لازم نتصارح بكل شيء. لازم نتفاهم على كل شيء. وانا لازم اعرف بكل شارده وورده. وبدك تجاوبني على كل سؤال بسألك اياه. والا هيدا التسجيل وغيره رح يوصلوا لاستاذ يحيى، خصوصي تربيتك مع محامي جهاد خليل. يعني اللي عملتوه من ورا ظهر استاذ يحيى انه 300 الف دولار بتربيه وحده كثير. ما ها شو بيك تخرسنا؟ في شي؟ انت عايز ايه؟ بدي اجوبة على كل اسئلتي. تفضل اسأل. لا مشي، بدنا نقعد على رواق ومنحكي. اوكي طيب بالاذن. عندي موعد كتير مهم. اوعى تنسى موعدنا. شو سارة؟ حضري حالك، بدنا نتعشى عند آل إبراهيم. عند بيت زينة يعني؟ لا، بالفيلا عند يحيى. إنه هن عازميننا؟ لا، نحن عازمين حالنا. أكيد هن عازميننا سارة. زينة تلفنت قال بدها تشوفني، وشادي تلفن قال بده يحكيني بموضوع. وأكيد الموضوع هو موضوعك أنت. كوني حاضرة. طيب وأنت أي ساعة رح تجي تاخذني؟ مش مطول، شي ساعتين ماكسيموم بكون عندك. أنت كوني حاضرة لما أوصل. أوكي خيي. طب رح أقوم زبط حالي. أوكي باي. أمير خليل. عفاف نجم،
تشرفنا. عرفتك. تفضل. تفضل. أهلا وسهلا. بعرف إنه هيك زيارة ما بتليق بالرجال مثلي. مهندس عقله كبير ومقله بالمشاكل وحكي النسوان. بس صدقيني لما تكوني محروقة وملدوعة من حدا تعني المستحيل لحتى تفضحي. أولا لا تنتقمي منه، وثانيا لا تحمي غير ناس من إجرامه وقرفه. خبرني، حابة أعرف القصة. مع أنه خلص أنا بالنسبة إلي صفحة وطويتها، وما بقى بهمني أعرف شي لا عن هشام ولا عن بيو. أنت طويت الصفحة بس هني ما طويوها. هول ناس مجرمين والقصص ما بتخلص معهم بسهولة. بدهم يستفيدوا منا على الآخر. أختي وقعت بذات مشكلتك. هي كانت مش مجوزة وحيدة بحاجة للحب وللرجال. هشام ضحك عليها وعمل حاله مغروم فيها، وحتى يتركها صار معها زيت اللعبة. بيجي بيو بلش يصرخ ويعيط ويهدد، وهشام بلش يبكي انه بيو رح يحرمه وانه لازم يتركها. تركها. من بعدها بلش بيو يهددها ويبتزها اساس بده يعمل علاقة معها، بما انه قال اكتشف مع هشام صور فاضحة لإلها بأوضاع مخلة للآداب. هددها وابتزها حتى جنت بالآخر. جنت وانتحرت. انتحرت بسببهم. المهم اني اقدر بكره اطلع على الجبل شقه بيت خيي. مرت الماضيه طلعت لعندهم ما قدرت اشوف حدا. هلا انت صرت منيحه الحمد لله. صار فيي اتركك يوم ما هيك؟ ايه لا انا كثير منيحه. الحمد لله. اصلا انا ما لازم بقى شغل عاطفتي واحساسي، لا. لازم صير اكثر فكر بعقلي. لاكون قوية ووقف حدك. حد ولادي. نعم شفتي ما احلك يا تقبريني من الاول هيك. نحن لازم نوقف حد بعضنا بهيدا الوضع اللي نحن فيه. رح قوم اعمل لك صحن كشك مثل ما انت بتحبي، شو رايك؟ يلا. ربيع بكره الصبح بتنطر قدام البنايه عنا. مرت عمي 7:30 بدها تمشي على الضيعه الصبح بكير. انا متكله عليك. والحلويني محرزه. بس ما فهمت انت كيف عرفت بقصتنا؟ اختي كانت تشتغل هون بمحل لبيع ادوات التجميل. انا ما كان معي خبر شيء الا لحتى انتحرت. صاحبتها خبرتني كل القصه. انا جيت من لبنان
فتشت عليهم ولقيتهم، وهلا عم بشتغل عندهم، بس هن ما معهم خبر انه سهى اختي. كل همي بس انتقم منهم. على كل حال انا جيت لحتى احذرك وقول لك انه ما راح يتركوك بسهوله. بصراحه فكرت بركي بتساعديني انتقم منهم، بس طبعا انت ما لك علاقه بالموضوع ومش مضطره تصدقيني. بس امبارح وبالغلط سمعت هشام عم بيحكي مع بي وعم بيحكوا عنك، عم بيقول له انا خلص رح انسحب، هلا صار دورك، فخفت يصير فيكي مثل ما صار باختي سهى. سهى كانت حياتي كلها، هي اختي الكبيره الحنونه. بالإذن. لحظة، أنا كمان بدي أنتقم. بدي أنتقم لأختك ولألي، وهلا شو بدك ياني اعمل؟ نور بعدك بتجيم لهلا؟ ايه مرحبا. في شي؟ لا، بس يحيى جونيور ما عم يقبل ياكل الا ما حضرتك تكوني موجوده معه. انا قلت هيك، قلت ما رح ياكل لارجع. بس هيدي عاده جديده ما هيك؟ ليه؟ ما بعرف، هلا بحكي معه بجبره ياكل. وين البنت؟ معه بالاوضه. طيب رح ياكل لتتسخن الاكل لنتعشى انا وياه. شايفتك مبسوطه ومرتاحه. طيب ما ايه؟ مش هيدا اللي بدكن اياه انتو؟ بلا أكيد، في أحلى من البسط. طيب رح روح شوف شو بيه. ما بدك تتحممي؟ لا، تحممت بالجيم. حكيتي هشام؟ أكيد لا. صار يعيط لي حبيبتي. حبيبتي وبس، بطل في زينة. زنزون، مش عم تتسرع شوي بحبك لإله؟ أبداً. بعدين شو عم بتسرع ما بتسرع؟ شو أنا عايشة أنا وياه بفرد بيت؟ بس بنحكي أنا وياه على التليفون، وإذا ظهرنا بنظهر مع طابور من الناس. إيه معلش، بدي إياك تضلي تظهري معه ومع هيدا الطابور يلي مش عاجبك، حتى نوثق فيه على الآخر. بدي منك تفهمي له عقليته تتأكدي لي من أخلاقه. يا بنت الناس مخبية بتيابها. وأنت شو رح تعمل مع سارة؟ آخ يا زنزون، لك يا قلبي، حاسس انغرمت. كرمال هيك ما بدي هتفل من هون، بدي أتأكد من مشاعري لإلها، لأنه إذا فلت كيف بدي أتأكد؟ لأنه بيقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب. معك حق، يعني الحب بده شوية وقت تا الواحد يعني يتأكد من مشاعره وهيك وكل شيء يصير واضح قدامه. مرحبا. اهلا. ست وردة بدي اياكم شوي. ايه يلا هلا بنجي. اوكي، يعطيكم العافية. دخلك ما عاد سألتك، شو عاد صار بنور بعد القصة اللي صارت امبارح؟ بعرف، بعد ما شفتها. قومي خلينا نشوف الست وردة شو بدها. مين بده ياكل مع مامي؟ انا. اه مين بده ياكل كثير ويكبر ويصير رجال؟ انا. وليه ما اكلت لما طلبت منك التيتا تاكل؟ عم باكل مع مامي. اه
هيدا شيء كتير جديد وكتير خطير. ليه خطيرة؟ بدي يكون مع أمه؟ أكيد. افترضي شي نهار أمه سافرت أو بعدت عنه لكم يوم، شو بيعمل؟ بيقعد بلا أكل؟ بس أنا مش رح أبعد عنه ولا رح خلي شي بعدنا عن بعض أبداً. ما بعرف ليش ستورد بضل حامل سلم بالعرض عفوقة. أمير وسارة جايين تعشوا عنا الليلة. عن جد؟ لازم حضر عشا لكان. لا ماما، لشو؟ بياكلوا مثلنا مثلهم من يوم ورايح، بتعمليهم مثلنا تماما. والله هيك؟ انت بدك تجرسينا على طول على طول، انت جرسة بدك تعشيهم لبنة وجبنة؟ رح فوت حضر شوي هيك اشي على الخفيف. يلا تعي فوتي ساعديني، هيك هيك مش طالع منك شي هالحياة. تعلمي شي. فوتي ساعدي امك. انا للمره الالف بقلك سوري، بعرف انه انت وثقتي فيي وانا ما كنت اديت الثقه. شايتي ما بدي احكي بهالموضوع، انا كمان غلطت فقدت اعصابي. مهم هلا انت وساره شو قلت لها؟ بتحبها؟ قلت لها تضلها هون ما ترجع لبنان؟ اكيد طلبت منها، بس القصه مش بايدها لانه امير لازم يوافق اذا تبقى هون. فانا كرمال هيك الليله عزمتهم على العشاء، بدي احكي انا وياها على رواق. أنا بتمنى لك كل الخير. شادي أنت شاب كتير منيح، وإذا أنت وسارة ارتبطتوا وحبيتوا بعض وخطبتوا رح تعيشوا كتير مبسوطين. أنا سارة كمان بنت كتير طيبة. الله يوفقكم. حياتي يا نور. بليز كمان ادعي لزينة، لأنه زينة بتحبه كتير لأمير. شايفة طايرة من الفرحة، أول مرة بشوفها هيك. بليز ادعي لها. وهو كمان بحبها؟ ما بعرف، بس بعتقد ايه، لانه هي قالت لي انه كذا مرة عيط لها حبيبتي. طيب يلا بالاذن انا لازم اطلع اتحمم غيرتي. جونيور لاف يو. ما جوعان بدي اكل. شو بتحبي صبلك، فتوش ولا تبولي؟ عايدة شو بك؟ بس هيك ما بعرف، صار لي فترة عايشة بخوف كبير. إذا برن التليفون مو ترعبة، خاصة إذا كانت النمرة غريبة. إذا ابني تلفن لي من مصر بده يخبرني خبرية بلش قلبي يدق مليون. أي خبرية بدهم يخبروني إياها بلش أشوف كلي سوا. رعب رعب رعب، ما بيتصدق. متى بده يخلص؟ ما بعرف. أنا بعدني جاهز للمساعدة عيلة، بس أنت بدك توثقي فيي وتوقفي حدي. ما تخبري أم جهاد أشياء بشعة عني، إنه بتعرفي إنه أنا بحبها. بس هي عم تسمعني كلام بشع، عم تخليني أزعل كتير. أنا ضايعة صراحة، ما تعتب علي. بشرفك عصام. خلينا ناكل لقمة بعدين نحكي. يلا تبولة ولا فتوش؟ حيل. تبولة. حبيبتي. ما تقلي حبيبتي، خلينا مثل اول ما تعرفنا على بعض بليز. ليه شو في؟ شو صار؟ ماشي، بس ليه ما قلت لي انك جاي تتعشى عنا بالبيت انت وساره؟ حكيوني من شوي وطلبوا انه انا وساره نطلع نتعشى معهم برا،
قلت لهم تعبان مع الجلاده. فقالوا لي طيب تعا تعشى عنا بالبيت. وافقت. قلت هيك بركي بشوفك. وحتى لو ما طلعت من اوضتك بحس بوجودك. خلص امير. خلص بليز. ما تسمعني حكي بتقليه لإلي ولا غيري. بكفي انه حياتي بشعة ووضعي صعب، ما تزيد علي. شو عم تقولي انت؟ حكي بينقال لإلك ولا غيرك؟ شو قصدي؟ شادي خبرنا انه زينة قالت له انت على طول بتقول لها حبيبتي وانها كثير مبسوطه بحبكم وان انتم شو رح ترتبطوا. اف 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 كل هول؟ انت اكيد صدقتي. نور اسمعيني منيح، انا زلمه جدي جاي اشتغل وبس، ما قال جلدت لا المزح ولا اللعب. وانا كمان عندي مشاكل كفايه، مش ناقصني لا مشاكل ولا اضطرابات ولا احزان. اذا زينة هيك عم بتقول يعني اكيد فهمتني غلط، وانا مش رح روح اتعشى معهم الليله. بقلك شو، مش رح تشوفوني بقى. انا متاكده انه القصه مش نظيفه، بس لا مرت عمي ولا ولادي بدهم يصدقوا. متأكدة إنه ما في ظلم وإنه جهاد منه ضحية، بس ما حدا بده يصدق هالشي. بتعرف ليش؟ لأنهم ما بدهم يصدقوا إنه جهاد ممكن يعمل هيك. لا، لأنه هن معتقدين إنه أنا مريضة بالوهم وبالشك وهالقصص اللي بيقولوها عني من زمان. بس لا، هيدي القصص جاية من عند جهاد، هو طلع علي هيدا الصيت. بالأول بلشت القصة مزح، بعدين انقلبت جد، وإنت أدرى الناس بهالموضوع. قاعدة بس انت الفترة الأخيرة مشاكلك صارت كتيري، صار يصير معك انهيارات، مشان هيك صاروا الناس يعتقدوا انك مريضة بالشك والوهم. هو اللي خلاني يصير هيك. اوعى تفكر انه انا حياتي مع جهاد كانت سهلة. انا عشت معه بضياع كامل، بحبه كتير، بس هو كل يوم شكل. أصلاً لو ما أنت أنا كنت رجعت على لبنان من زمان. أنا باقي هون كرمالك. بدك تصدقيني أنت حرة، ما بدك تصدقي كمان أنت حرة. أنا مثل ما قلت لك ما رح أروح على العشاء الليلة، وبكرة أنا وسارة رجعين على لبنان، مش ناقصنا مشاكل. لا 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 أمير بليز، لا ما تعمل هيك. هلا بيفكروا أن أنا السبب. ولا يهمك، ما رح يعرفوا انك حكيتيني اصلا. باي نور، انبسطت تعرفت عليك. انا بكره راجع على بيروت. لا لا امير، لا ما تتركنا وتروح، بترجيك. ولانك بتحبيني، قولي انك بتحبيني مثل ما انا بحبك. امير حاجة تحرصيني، قولي انك بتحبيني يا حبيبتي. خلص اذا انت بتحبني بتجي. انا رح روح على العشاء الليلة، بدي اياك تقعدي بنبيلي لضل شوفك كل السهرة. اوكي طيب، ما تتأخر لك. يلا واصي. أنا واليوم تأكدت إنه هو عم بيخوني، بس كمان واليوم تأكدت من إخلاصه لإلي. وهالحياة بتودي للجنون. مش يمكن هالوهم يكون موجود براسك؟
مش وهم. ودليلي هو كل شكوكي طلعت بمطرحها. بعد ما في شيء مؤكد عيدا. كيف ما في شيء مؤكد؟ مش انت قلت لي انك بتعرفي كثير قصص عن جهاد وما قالك قلب تقلي اياها؟ ايه بعرف، بس ما فيها نظلمه لجهاد. يمكن ايه، يمكن بياكل شيء وهرب مع وحده بحبها، يمكن مزبوط خانك وحب وحده، يمكن هالوحده هي اللي اذيته، يمكن هي اللي سرقته وقتلته كمان، يمكن مشاكل بالشغل. ما فينا نتركه هيك ونحكم عليه من دون ما نتاكد. يمكن جهاد يكون بحاجه لمساعده منا. خلينا نفتش عليه ونلاقيه ونسمع قصته وبعدين نحكم عليه. مشان هيك ولادي تركين اشغاله قاعدين بمصر فتشوا عليه. هيدا امير حبيب قلبي حسته محروق، عم بيعمل شو ما كان لحتى يوصل لبيه. هيك بيكون الاولاد الاوفياء. انه انت شو هيدا المطرح اللي جايبني عليه؟ ما فهمت. بتعرفي اني مجنون؟ الله يستني مجنونك. هيدي فرجيك على محل اجن منه بعد. قلبي بريء، شو بدك بقلبي؟ عمري طريق ونهايته غير.